الفني ومبروك للإدارة. احنا جينا بقالنا 5 6 أيام وبنجهز للمباراة، الحمد لله جهزنا المباراة بشكل كويس. المباراة النهاردة كان جمهور الأهلي كان متواجد وجمهور الاتحاد كان متواجد، بصراحة كان الأجواء كانت رائعة النهاردة، واللعيبة النهاردة كانوا مركزين جدا، والحمد لله اللي احنا طلعنا بالمكسب عشان الماتش الجاي إن شاء الله. وبقول للجمهور انتوا جيتوا النهاردة بصراحة فرحتونا واحنا فرحناكم، وانتوا بالنسبة لنا رقم واحد طول، دايما بتبقوا في ظهرنا ودايما انتوا بالنسبة لنا رقم واحد والسند لينا. في الأول وفي الآخر ده شغلي وشغل احنا كلنا فرقة واحدة، احنا بنشتغل كتيم بقالنا 5 أيام شغالين على المباراة واشتغلنا بشكل كويس واللعيبة كانت مركزة. النهاردة اللعيبة جابت جوان، حسين علي انا صديت، ده كل واحد بيعمل شغله، كل واحد بيجتهد في شغله، ده اهم حاجه. الحمد لله اهم حاجه نطلع كسبانين، اهم حاجه الفرقه كلنا مع بعض، دي بالنسبه لنا هي دي سمتنا الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه، دي على طول بقى لنا فتره كبيره بنتكلم في الحته دي، احنا فرقه نشتغل واحد. ربنا وفقني صدي ضربه الجزاء السنه اللي فاتت، صدي ضربه الجزاء اللي قبليها، اللي قبل اللي قبليها صدي ضربتين جزاء، خلاص بالنسبه لي بنسى وبفكر في اللي جاي. انت بتقول تاريخه بيتكتب، خلاص بنساه وبفكر في اللي جاي، اهم حاجه الفرقه، بنفكر في الماتش اللي جاي وخلاص. الماتش خلص بالنسبه لي وبالنسبه للاعيبه خلص، من اول بكره انا اركز في الماتش. انت بتقول، انا بقول ده شغلي، بركز في شغلي بس واللعيبه بتركز في شغلها بس، انا حقي على اللعيبه ان انا اشتغل شغلي، دي شغلتي جوه، اصد لعيبه بتشتغل شغلها تجيب جوان، بنجيب جوان، بندافع مع بعض، بنجيب مع بعض، الحمد لله. في الاول وفي الاخر هو فضل من عند ربنا طبعا، وواحد بيجتهد زي ما انت بتقول، اقفل الصفحه فكر في اللي جاي. بالنسبه لنا كلاعيبه، جمهور مع جمهور ده شيء طبيعي، هما الاثنين يتنافسوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، دي حاجه بتاعتهم، جمهور مع جمهور، احنا لعيبه بنشتغل بس في شغلنا، اعلام مع اعلام، هما برضو الاثنين دي شغلتهم، احنا كلاعيبه بنركز في شغلنا عشان نفرح جمهورنا، وهما برضو بيركزوا في شغلهم عشان يفرحوا جمهورهم، كل واحد ليه الحق في كده، بس هو في الاول وفي الاخر احنا شغلنا في ارض الملعب، الجمهور ما بينزلش ارض الملعب، اللعيبه تركز بس في شغلها. وبالنسبه لنا اللي عايز يقول يقول، احنا بنركز في شغلنا، وربنا النهارده كان معانا التوفيق، احنا بالنسبه لنا الفتره اللي فاتت كان غايب عننا التوفيق، ضيعنا كتير الشوط الاولاني والشوط الثاني، ربنا اكرمنا جبنا جون الشوط الاولاني، جبنا جون، يعني الحمد لله. هو اهم حاجه انت تشتغل والتوفيق بيجي لك بالشغل، ده اهم حاجه. الجمهور ليه حق ان هو ينقذ اللعيبه، الاعلام ينقذ اللعيبه، بس في الاول وفي الاخر احنا مالناش الا ارض الملعب نشتغل. اللعيبه دي بقى لنا 5 سنين مع بعض، ودي رابع مره نوصل لكاس العالم للانديه، اللعيبه خلاص اتعودت على الضغط ده، وتعودت على ضغط الاعلام وعلى ضغط الجمهور والحاجات دي كلها. الفتره اللي فاتت هو كان غايب عننا التوفيق، بس النهارده التوفيق كان معانا ومحالفنا، ده اهم حاجه. احنا اللعيبه لها شغلها والجهاز الفني ليه شغله، بس احنا نركز في شغلنا، مالناش دعوه اي حد بيقول حاجه، اللي ينقد اللي عايز ينقد ينقد، احنا بنقبل كل النقد من الجمهور، الاعلام، الكلام ده كله. اللي انا بوصل الرساله للعيبه، اشتغل زي ما احنا على طول متعودين، اشتغل في شغلك بس، مالكش دعوه بحد. الفتره اللي فاتت كان في نقد كتير، بس احنا متعودين على الكلام ده، الحمد لله. احنا بالنسبه لنا احنا كنا النهارده جايين نكسب عشان نكمل ان شاء الله لاخر البطوله، الحمد لله كسبنا. وبقول للعيبه اخر حاجه بقول لهم النهارده افرحوا، او بكره اقفل الصفحه عشان عندنا ماتش صعب. بعد ماتش اوكلاند سيتي انا عارف ان في ضغط كتير على الجمهور الفتره اللي فاتت، بين الجمهورين مع بعض، احنا واللعيبه حاطه الكلام ده في الحسبان، عشان كده اللعيبه النهارده كانوا مركزين. احنا بنلعب باسم مصر، ما بنلعبش باسم النادي الاهلي بس، احنا بنلعب بشعب مصر كله، اللي في مصر كله فرحان، والحمد لله اللي في السعوديه فرحانين، وفي كل الدول العربيه وفي كل دول العالم عامه الجمهور الاهلي موجود في كل حاجه في كل حته، وهم النهارده احنا عايزين نفرحهم. واحنا بالنسبه لنا احنا يعني رقم واحد في افريقيا، النادي الاهلي فرقه كبيره، والناس كلها كانت عندها ثقه، الجمهور هم اللي ادونا الثقه، واللعيبه عندها ثقه كبيره جدا ان هي ترجع الجمهور اللي في مصر واللي موجودين يكونوا فرحانين النهارده، ويكونوا واثقين في فرقتهم، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن للفرقه. وبقول لكم انتوا بالنسبه لنا السند ورقم واحد بالنسبه لنا.